للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المتحدث الرسمي باسم مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية الشيخ فايز الشاووش. أهلا بكم شيخ فايز إلى استوديو الرافدين. يعني رغم الوعود التي سمعها الأهالي قبل الانتخابات، فإن الكل الآن يعاني من سوء الخدمات في العراق. أين الوعود التي وعد بها المنتخبون للشعب العراقي قبل دخول الانتخابات؟ تحية لك وإلى جميع مشاهدي قناة الرافدين، ورمضان كريم لجميع أبناء شعبنا العراقي وجميع المسلمين. في هذا الموضوع أنا أعتقد ويعتقد كل قناة العراق وفي العالم بأن لا وجود حل في وضع تشكيل هذه العملية السياسية وهذه الحكومات المتعاقدة. وما يجري الآن من خلال 15 عام من إهمال وتردي خدمات وانقطاع تيار كهربائي وسوء التعليم وسوء الزراعه وسوء انهاء جميع مؤسسات الدوله العراقيه بجميع مفاصلها، هذا يبدو بانه متعمد ومخطط لها منذ نشوء العمليه السياسيه قبل 15 عام. لا اعتقد المطالبه من خلال هذه الحكومه او الحكومات التي سبقتها لا تجدي طعم، لان لا يعقل لدى كل عاقل بان في ظل هذا التدهور العلمي وانهاء الخدمات والقتيل والاختطاف والاستقالات وكل ما جرى العراق من وراء خلال 15 عام، لا اعتقد وكل العقلاء مجمعين لا يعتقدون بان سيكون اصلاح ضمن هذه الوجوه التي نفسها هي التي شاركت بكل الجرائم بالعراق. نعم الحل شيخ فايز، بانهاء جميع مخلفات الاحتلال. نعم الشيخ فايز، يعني هل برايك من الممكن انه بعد مرور ازمه الانتخابات والتشكيك في النتائج من الممكن أن يتبدل الواقع الذي يعيشه الشعب العراقي؟ متابع مستحيل يتغير الوضع العراقي ضمن هذه الوجوه، لأنه ما يجري الآن من تشكيل تكتلات سياسية هو يثبت بأن هؤلاء متسابقين حول الحصول على مناصب ولتقاسم الكعكة مثلما ذكرت حمار التطاول وكثير من السياسيين. الحل لا يوجد حلول ضمن هذه الطبقة السياسية وضمن هذه الشخصيات الكادحة التي جاءت العراق بعد 2003. الحل يكمن ولا يصلح شأن مظاهرات في ديالى أو هنا وهناك إلا في حالة توحيد الشعب العراقي والقيام بمظاهرات عالية على مستوى العراق تطيح بكل هذه الحروش التي جاءت من خيرات العراق وإهمال العراقيين من اليتامى والأرامل، وجعلت الكثير من أبناء الشعب العراق وخاصة في جنوب العراق وسط العراق مهيمنا عليهم من قبل إيران، وبها سيادة ولا كرامة بالإضافة إلى أنهم يأكلون من الثروات التي تشبه هنا وهنا. نعم، الجهات الحكومية تتحدث وتبرر عن أسباب انقطاع الكهرباء في بعض المحافظات، يعني واحدة من التبريرات التي وضعتها الجهات الحكومية بسبب وجود أعطال في محطات كهربائية معينة، يعني هذه التبريرات هل من الممكن الآن بعد ما عانها الشعب العراقي ولا زال يعانيه، من الممكن أن تقنع الشارع العراقي بأن ما يجري هو ما يقال فعلا؟ يعني قد تقنع بعض السذج من أبناء العراق، ولكن الأغلبية الساحقة التي تقدر تبقى 90% لم يقتنعوا بهذا الاستفتاء على عقول الناس، وهذه تعتبر إهانة لأبناء الشعب العراقي طيلة 15 عام من خدع وأكاذيب واحتيال على أبناء شعبنا. وبالتالي من يحترم الشعب العراقي فهو محترم، ومن لا يحترم الشعب العراقي فبكل تأكيد لن يكون محترم، وعلى الشعب العراقي أن يحاسب سارقي وقاتلي والذين هجروا والذين جعلوا من العراق ضيعة إلى بلاد فارس أجارة السوء إيران. المتحدث باسم الرسمي باسم مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية الشيخ فايز الشاووش كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.